نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده واولى اخبارنا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل امبارح وفد من الكونغرس الامريكي برئاسه السناتور ريتشارد شيلبي، واكد سيادته اهميه التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، وده في اطار العلاقات الثنائيه الراسخه بين مصر والولايات المتحده. وكمان اكد سيادته موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونغرس الامريكي برئاسه السناتور ريتشارد شيلبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيرا سيادته إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكدا على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة. من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأمريكي على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة. امبارح كمان كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، اللي منها تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لأعمال المتحف المصري الكبير، وكمان محور الفريق كمال عامر بالجيزة، ده غير نفي الحكومة لصدور أي منشور رسمي عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30,000 معلم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير، وكمان محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير ومحور الفريق كمال عامر بالجيزة. وأكد رئيس الوزراء أن محور الفريق كمال عامر هيساهم في حل العديد من المشاكل المرورية بالجيزة والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، لأن ده أول محور مروري حر بيربط ما بين شمال وجنوب الجيزة، وكمان هيربط الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، وهيساهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات وخفض معدلات التلوث. وبخصوص المنشور المتداول على صفحات السوشيال ميديا المنسوب لوزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30,000 معلم لعام 2022، المركز الإعلامي تواصل مع وزارة التربية والتعليم اللي نفت الكلام ده وقالت إن المنشور ده مزيف ولم يصدر عن الوزارة.